النهارده يوم عصيب عشناه النهارده كلنا، وكان المواطنين متخوفين من اي احداث تحصل النهارده، بس الحمد لله يعني طول ما احنا في حمايه الشرطه الحمد لله، يعني حمايه ربنا اولا تمام، ثم برضو بعد كده حمايه الشرطه تمام. يعني عاوزك يعني يا فندم توصفي لي بس يعني ايه اللي حصل النهارده. الحمد لله النهارده ما فيش اي احداث، والنهارده ان شاء الله كله يوم طبيعي عادي، الركاب نازله وطالعه عادي، يوم طبيعي للمترو ويوم طبيعي للركاب نفسها عادي، ما فيش مشاكل. وبس هو فتره الازدحام ديت النهارده عشان بس التهديدات اللي هم بعتينها وكده، فتره او عدد الامن مزدحم النهارده عشان التهديدات اللي هم بعتينها، لكن النهارده يوم طبيعي جدا، انت شايف اهوت الركاب نازله وماشيه طبيعيه وما فيش اي مشاكل. انا ما شاء الله يعني شايف قوات الامن اكتر من الركاب نفسهم، ده عشان نامن بلدنا ونامن شعبنا واحنا وظيفتنا كده. تمام يا فندم، في النهارده يعني ناس قبضتوا عليهم او في مجتمع بيهم قبضتوا عليهم النهارده؟ لا، هم الناس اللي هم في استضافتنا دول بس اللي اشتبهنا فيهم، خدنا البطايق بتاعتهم نكشف عليها ونكشف على هويتهم، وبعد كده ان شاء الله لو ما فيش عليهم اي حاجه يتفضلوا يروحوا عادي ما فيش مشاكل. كان معاها شنط بنفتشها واشتبهنا فيها دخلناها معانا، وفي كان تجمعات شباب واقفه برضو بتتكلم مصطلحات غريبه برضو خدناها استضفناها عشان نكشف عليها. سياده العميد رؤية السيفي، اهلا وسهلا بيكي في اخبار اليوم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. سلام يا فندم. طبعا النهارده يوم عصيب عشناه كلنا تمام، ازاي قوات الشرطه اتعاملت مع التهديدات اللي كانت بتطالب بايقاف الحركه داخل المترو وبتهدد الحركه في النهارده؟ الحقيقه قوات الشرطه استعدت بخطه مكثفه متعدده المدى وبعيده المراحل. في قوه اساسيه موجوده في المترو، اولا زي جهاز كشف المفرقعات، وحده الكلاب البوليسيه والامن والحراسه بالكشف عن المخدرات وعن المفرقعات، يعني يوجد كلاب مدربة على هذا العمل على أعلى مستوى طبعا، ويوجد أجهزة كشف المعادن بالأشعة الإكس راي تكشف المعادن والأجسام الغريبة أيضا. دول كقوة أساسية أصلا وفنية مدعمة لشرطة النقل والمواصلات وتؤدي في المترو وفي السكة الحديد وفي البريد. دي متواجدة على طول يا فندم؟ دي متواجدة، دي بصفة مستمرة، مش في الأحداث بس، بصفة مستمرة وعاملة دوريات، ويوجد تمركز لها هنا بالمحطات نظرا لتردد الركاب وكثافه عدد دخول الركاب. ويوجد شرطه طبعا نسائيه لتامين المترو وتفتيش الامتعه والحقائب والركاب، كتفتيشا وقائيا نافيا لاي جهاله تضر بجسم المترو او بالركاب. ايضا في الاضافه بقى التنسيق مع مديريه امن الجيزه ومديريه امن القليوبيه ومديريه امن القاهره وقطاع الامن المركزي بنشر قوات مكثفة داخل وخارج المحطات وفي الطرق الرئيسية لمنع أي يعني لتفقد الأمن والمنع كل ما هو يضر بأنه يمنع الركاب يركبوا المترو أو يعطلوا المترو. تمام. القوة اللي أحلى من ده كله تعاون الشعب معانا، والحقيقة واقفين وقفة جامدة جدا ووقفة فيها ثقة، وأن هذا الشعب أصيل، هذا الشعب أصيل ولن يستميل إلى أي تهديدات. فبالرغم من التهديدات دي كان عليه أول ما يسمع كده أنه ما يجيش ويركب المترو ويخاف ويقعد في البيت، هذا لم يحدث. فمعظم الموظفين والمشتركين والناس اللي تيجي تجدد اشتراكاتها وقدوم العام الدراسي الجديد، ناس كتير جت تجدد اشتراكاتها وتعمل اشتراكات جديدة عشان أولادهم التحقوا بالمدارس، وأولياء أمور كثير جدا وطلبة نزلوا يشتروا مستلزمات الكتب الدراسية ومستلزمات العام الدراسي. ويمكن التكدس اللي سيادتك شايفه ده نوعا ما نتيجة توارد عدد كثير من الركاب قرب العام الدراسي. نتيجة ان هم كان في النهارده يعني لما يعني الركاب النهارده مطمئنين من تواجد النهارده بتاع الشرطة. نحن نسيج واحد، الشرطة والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة والقاهرة والقليوبية وجميع الأجهزة اللي ذكرتها لسيادتك وجهاز المترو الأنفاق طبعا، الإخوة المفاجئين بتوع التذاكر حيث يراقبون الرحلات التي تزيد عن عدد ساعة، وأيضا يراقبون تفريغ المترو من الركاب في المحطات الانتهائية. فالمترو ليس حكرا على أحد، ولا يستطيع أحد أن يجلس فيه ويحوزه بوضع اليد لفترات طويلة ويمنع الغير منه، حيث أن هذه الأعداد قلة والشعب ما يتردد من ركاب المترو حوالي 3 أو 4 مليون مواطن مترددين يوميا و917 رحلة، لن يوجد ما يمنعهم وده حقهم،
لان المترو احدث واسرع وسيله في الشرق الاوسط، وايضا ان المترو جهاز امن للبيئه، يعني لا يوجد عوادم مثل السيارات. في ناس بتركن عربياتها الملاكي وبتركب المترو عشان يقصر المسافه والسرعه عليها، والحمد لله المترو بيشتغل بامان، والحمد لله لم توجد بلاغات بالنسبه للمترو عن الاعطال او التاخر في التقاطر، حيث زمن التقاطر حوالي من دقيقه لدقيقه ونص بين كل رحله واخرى، فلا يوجد ما يضر الامن. وحتى الان الحاله هادئه والسيكونس ماشي بانتظام ان شاء الله باذن الله، ما فيش اي مشكله. ولا يبقى في مشكله الركاب على طول بيجوا يبلغونا، ما بيستنوش الامن، ما بيستناش الركاب، بتيجي على طول تبلغنا في ساعتها. هل تم الدفع النهارده يا فندم بقطارات اضافيه المترو؟ نعم، يوجد قطارات اضافيه لتخدم الزياده في عدد الركاب بسبب الموسم الدراسي والاستعداد للموسم الدراسي الجديد، وهذا يحدث سنويا في هذا السيزون والاوكيشن دي من كل سنه، يعني ده عادي. ويحدث هذا الدفع في الاعياد، وهذا الدفع بيحدث في المناسبات العظيمه زي الاعياد والاعياد القوميه في المترو. النهارده يا فندم قبضتوا على حد المشتبه في حد اشتبهتوا فيه النهارده؟ يوجد اشتباهات موسعة، ده توسيع دائرة الاشتباه على مستوى عام في الأداء، ولكن لا يوجد ما يخل بأمن المترو حتى الآن. الاشتباه يا فندم بيكون يعني ايه الآلية، آلية الاشتباه؟ هل مثلا شكله أو معاه مثلا شنطة أو أي حاجة؟ بتوجد دلائل كافية تبين ان هو مشتبه فيه، التردد، الارتباك، ممكن مواطن نازل يفكر يعمل تيرنينج أو يعني يرجع تاني وما يكملش رحلته، يبقى عايز يمشي، مش عايز يجي يعدي من قدام الدائره الامنيه، فبنضطر نفتشه وقائيا حتى لو هو قادم، مش لازم يعني هو لو راجع خارج حتى من المترو ابص ليه، عايز يهرب من الشرطه، عايز يبقى مش متواجد امام دائره امنيه، طب ليه؟ ايه المشكله؟ ايضا بيبقى معاه احمال، شايل اجسام ممكن قبل الكسر او حاجات هو بينقلها بحسن نيه، واحد شايل استرج مثلا، شايل حاجات زي الاسطر او التنر، ودي مواد ملتهبه تضر بجسم المترو وتساعد على الاشتعال. هذه قانون ولائحة المترو تمنع دخول مثل هذه المواد في المترو، ومن حقنا ضبط هذا الراكب. فغالبا يعني الاشتباهات تمت على حسن نية من الركاب، يعني ما فيش ما يضر أمن المترو، ولما يبقى في حالة خروج على القانون فبيعقد في حينه حال، يعني يوجد حالة تلبس بجناية أو جنحة، بينعقد التفتيش الذاتي من قوة القانون وفق حالة التلبس لرجل الضبط القضائي اللي هم احنا يعني شرطة المترو. فهذه الحالة بيتم ما هو ضبط ما هو وارد من جناية أو جنحة وتسليمه، ويحرر محضرا فوريا ويعرض على النيابة فورا في خلال 24 ساعة. سيادة العميد رؤية السيفي، بنشكر حضرتك جدا يا فندم في أخبار اليوم، وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى. بشكرك جدا، وأتمنى من جميع الركاب وجميع جمهور مصر الحبيب اللي ما بيخافش من الارهاب، اللي هو ما بيهموش، وكانت الدعوه المقصود منها ان يقبع المواطن في بيته ويكن ويكش ويخاف، وهذا لم يحدث. وارجو من المواطنين جميعا الذين ينتمون الى هذا الاقليم المصري روحا وشكلا وموضوعا، لو عندهم اي معلومات فيها حاله خروج على القانون او تمس امن مصر، عليهم بالابلاغ الفوري، وما يهمهمش من اي حاجه، وتضمنهم الشرطه وتحميهم وتحصنهم في الحال وفي الاستقبال، ولا غبار عليهم في اي شيء يعني. ان شاء الله يا فندم واعانكم الله. شكرا. شكرا يا فندم، بهني اخبار اليوم وبحييها انها ضيفه عندنا النهارده في فترة الانفاق. محمد نصار، حضرتك مسؤول عن الجهاز اللي انا شايفه ده، المفرعات ده جهاز تفتيش حقائب اكس راي، تمام، اشعه بتخترق الاجسام او تخترق الشنط وتحمط في فيلم وتتبعت ليا صوره على اللابتوب. خبر حضرتك بحدد فين مكان البطاريه وفين مكان الماده المفجره وفين المفجر، وبقدر انا اتعامل مع العبوه فيما بعد، يعني بدفع اجهزه ثانيه متعاونه. يعني ده مفرقعات بس ده مفرقعات بس. مفرقعات بس. مفرقعات بس. دي صورة قديمة مثلا لشنطة قديمة احنا مصورينها. تمام. واخد بال حضرتك؟ بجيبهم ملونها بقى ومكبرها عشان اقدر اتحكم اذا كانت فعلا الشنطة دي فيها عبوة ما فيش فيها عبوة، أو فيها حاجة ضارة أو فيها حاجة غير ضارة. كذا نظام للرؤية عشان لو في نظام مثلا حضرتك ما شفتش. حدد لون المادة إيه عشان تقدر تحدد لون المادة إيه وطبيعتها إيه ومادة مدى خطورتها في العبوة اللي موجودة إيه. تمام. بس.
فاسال حضرتك بقى اي اسئله ثانيه معاك. الجهاز المفروض ان انا معززين الخدمات جدا بالنسبه للي بيحصل في المترو في الوقت الحالي، واخد بال حضرتك، واحنا كلنا الحمد لله على كفاءه عاليه، وفي ظل التوجيهات الموجهه من السيد مساعد الوزير والساده المديرين الادارات كله، يعني احنا بنعمل جاهدين وشغالين 12 ساعه اهوت او 24 ساعه كمان متواصله. هل يا فندم يعني في امكانيه يعني حضرتك الشنطه حد بيجيبها لك؟ تمام. لو في اي حد مشتبه بيه في فرقه بحث، في فرقه مع حضرتك اللي بتفتش الناس اللي انت شايفها حضرتك، بكل احترام بيتعاملوا مع البشر وبيسالوا بطاقته وبيسالوا عن الحاجه اللي هو جاي بيها ايه والحاجه اللي معاه ايه، واخد بال حضرتك، وبعد كده بيوجهها بتوجه ليا هنا تاني، انا عن طريقها بخلي الكلب يفتشها، الكلب يفتشها ويطمن انها خلاص كويسه ومعاها صاحبها، خلاص بيتوكل على الله وياخد شنطته ويتوكل على الله بكل احترام وكل ادب وكل تقدير للمواطن يعني، واحنا كلنا في خدمه المواطن. لو هل في امكانيه ان ماكينات الدخول والخروج يبقى فيها زي نفس التقنيه ديت، ان هي فيها زي جهاز تلقائي يكشف المتفجرات عن طريق عبور اي راكب؟ جهاز كشف الحقائب بالاكس ري دوت، واخد بالك، هو جهاز محمول مقصر برضه كمبيوتر وشاشه عرض، هو جهاز سي تحط عليه الشنطه تخرجك من الناحيه الثانيه، فبرضه ده موجود، وفي فعلا في تعزيزات في المترو في الايام اللي جايه ان شاء الله وفي اليومين دول، ان في اجهزه مطلوبه وفي اجهزه موجوده في بعض المحطات، وفي في السكه الحديد برضه اجهزه موجوده، والاداره العامه لشرطه نقل المواصلات يعني بتعمل جاهده ان تبقى في خدمه المواطن وفي خدمه المواطنين بالذات المترو وراكب السكه الحديد او راكب النقل العام او راكب حتى شركات النقل، احنا يعتبر احنا شغالين في خدمه مواطن مش اكتر، فطبعا كل الامكانيات هتبقى تحت ايدينا نتعامل بيها عشان خاطر برضه خدمه المواطن. يعني قريب ان شاء الله الماكينات الدخول والخروج هيبقى فيها زي اليه او تقنيه سريعه جدا، وتحط شنطه من ناحيه تخرج من ناحيه ثانيه بكل سهوله وبكل احترام وكل ادب، وبرضه هنعمل على عدم ضياع وقت المواطن ينزل مترو ويركب مترو. يعني هو اللي انا شايفه ان تمام، انا اللي انا شايفه ان قوات الامن بتشتبه مثلا في راكب يحمل شنطه او حاجه فبيجيبوا لحضرتك هنا، ففي جزء من الوقت بيضيع من الراكب دوت، حضرتك لسه على بال ما بتشوف ثواني يعني ما بتاخدش ثواني، هو مجرد بس ان هو بيجيب تذكره من الشباك او بيجيب تذكره من الشباك، بدل ما يجيبش تذكره من الشباك بيجي يتجه لنا هنا، بنقف معاه دقيقه واحده بالظبط، ما بيكملش دقيقه واحده بالظبط، وطالما هو راجل سالم وماشي ومواطن سالم محترم او انت فاهم بس الآلية الجديدة أو الإمكانيات اللي حضرتك بتقول عليها في الفترة الجاية دي هتسهل طبعا، هتوفر الوقت، هتوفر وقت كتير جدا. لا وبرضه يعتبر بخاف على أمن وأمان البلد، أو ما تسألنيش بقى في وقت بقى وتقول لي لا أنا دلوقتي سمين أو وقت مش سمين، أي واحد في أي بلد في العالم دلوقتي بيخضع تحت الأمن أو بيقول لك الأمن عندي رقم واحد، مجرد أنت تضيع له ساعة أو اثنين ويقول لك لا أنا ممكن أتعطل في الشارع ساعة أو اثنين أو ثلاثة، بس مجرد أن ألاقي عسكري شرطة أسأله أو يسألني أوقف معاه أتكلم معاه كده بس. انا بدرس كليه اعلام. تمام. حضرتك النهارده يعني كنت سمعت امبارح ان كان في تهديدات من انصار الاخوان ان هم عايزين يعطلوا الحركه، وكان بيهددوا ان هم يوقفوا القطوره، حضرتك ما خفتيش النهارده وانت نازله تركاب المترو؟ لا اطلاقا، مفيش حد بيخاف ولا عاد حد بيخاف، الشعب المصري ما بيخافش، مصريين ما بيخافوش، ومفيش اي حاجه ممكن تهد الناس دي او تخوفهم، وزي ما انت شايف الزحام الناس تنزل يوم عادي جدا، كل الايام وكل المليونيات والجمعه اللي بيعملوها الاخوان وجمعه كذا وجمعه كذا الناس تنزل عادي جدا، بالعكس الناس يعني اعتقد دلوقتي بقت بدل ما كان الاول الحرب او الهجوم الداخليه والشرطه والجيش، لا دلوقتي الناس الاهالي بقى هم اللي بيتصدوا للاخوان وللمصايب والجرائم اللي عاملين يعملوها الاخوان في كل مكان. يعني شايفه ان عدم الخوف هو دي يعني احسن افضل وسيله ان احنا نقف بيها قدام يعني الانصار الاخوان والتهديدات اللي هم بيهددوها ان هم طبعا هم لو حسوا، لو على فكره هم قليلين جدا، فلو احنا وسعنا لهم الطريق وكلنا خوفنا وقعدنا في بيوتنا هم هيملوا الشوارع بالقله بالعدد القليل بتاعهم، لكن في ظل وجود الناس وعدم الخوف والناس كتير كده مستحيل حد هيجرؤ يطلع. تقدري تستغني عن المترو في يوم؟ لا في الحقيقه يعني هو اسهل مواصله بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا شغلها ودراستها والجامعات وكل حاجه. يعني توقف المترو بالنسبه لك بيسبب لك عائق او اكيد
تروحي كليتك او تروحي شغلك. اه بالظبط كده. ولا يمكن المترو لو تعطل يوم هيعمل مشكله كبيره جدا، ازمه مرور كبير. النهارده طبعا يعني زي ما احنا كنا يعني عارفين امبارح كان في تهديدات النهارده للمترو، انصار الاخوان كانوا بيهددوا ان هم يوقفوا حركه القطارات ويشيلوا حركه المترو. بالنسبه لك يعني وانت نازل النهارده ما خفتش وانت نازل النهارده تركب المترو؟ لا ما خفتش، لان انا واثق طبعا في الامن بتاعنا، واثق في كل حاجه، وان شاء الله خير يعني، مفيش حاجه ان شاء الله تحصل، وكلها تهديدات، مجرد تهديدات تخوف الناس بس مش اكتر. يعني انت عارف نازل النهارده ان انت كان في النهارده تواجد امني او تكثيف امني، انت عارف كان في النهارده؟ اه طبعا انا واثق في الامن بتاعنا كويس جدا، ومش كلام عشان بقول والله، بس دي حقيقه يعني الحمد لله. يعني لو ما كنتش سمعت ان في تكثيف امني ما كنتش تنزل؟ لا برضو كنت هنزل برضو، لانه ما ينفعش المترو، ما ينفعش اصلا. انت عارف ان المترو ده يعني هو الوسيله الوحيده اللي توصل في المكان المظبوط يعني، او في الوقت اللي انت عايزه يعني. تمام، يعني ما تقدرش تستغنى عنها خالص؟ لا طبعا، ولا حد يستغنى عنها اصلا. القاهره من غير مترو ما ينفعش اصلا. تمام، انت بتروح شغلك بيها ولا؟ اه طبعا، اه بالشغل، اه بروح بيها. اه الحمد لله، هي اصلا يعني هي يعتبر انا اصلا نال الجماعي في مصر، هو يمكن هو الوسيله الوحيده المأمونة أو الموجودة يعني، أو الأمل فيها يعني. إن شاء الله تطور بقى وأحسن إن شاء الله. يا حيا الشعب الحر، يا حيا مصر، يسكت الإخوان المسلمين، يسكت الإخوان المسلمين.